خلاص فاضل كام يوم على شهر رمضان، شهر رمضان الفضيل. روائح الشهر الكريم بدأت تهل علينا، الناس بدأت في الشوارع نشوفها كده بتعلق زينة رمضان والفوانيس وبتستعد للشهر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، ربنا يديم علينا أيام الخير والبركة. زينة يمكن واحدة من الطقوس اللي احنا متعودين عليها، كل المصريين متعودة في شهر رمضان تلاقي بقى بهجة في الشوارع، تلاقي بهجة في البيوت، الفانوس والزينة وحبان النور من العادات الرمضانية اللي موجودة في شوارعنا المصرية على مختلف أماكنها، موجودة في الحضر وموجودة في المدينة وموجودة في الريف وموجودة في النجوع وموجودة في القرى، موجودة في كل مكان. مش هتلاقي شارع غير ما تلاقي حبل النور وحبل الزينة ممدود من البلكونة للبلكونة. جميل. علشان الناس كلها تفرح وعشان الناس تبقى حاسة ببهجة وفرحة رمضان. الناس بتنزل تشتري فانوس، تنزل تشتري زينة قبلها بكام يوم، وكمان كان في ناس كتير متعودة انها تعمل الزينة بايديها. صحيح، جميل جدا. من منظر ومشهد احنا اكيد بنستناه من السنة للسنة، بهجة رمضان مفيش زيها بهجة وجمال، وروح الناس كمان بتبقى جميلة جدا في الشوارع كده وهم بيعلقوا الزينة والأطفال والفوانيس. فعلا أجواء مبهجة وجميلة، يا رب يكون شهر كله خير وبركة على حضراتكم جميعا. الطقوس الحلوة دي والعادات المصرية الأصيلة الجميلة دي، ده كمان بيخلينا نفكر إزاي نستعد نفسيا للصيام، إزاي نستعد لشهر رمضان المبارك. العبادة، قراءة القرآن، التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إن شاء الله كلنا نستمتع ببركة الشهر الكريم ويهل علينا وإحنا كلنا في خير وأمان. عايز أعرف بقى من مشاهدينا مين عنده ذكريات ومين عنده طقوس معينة مع رمضان، ذكرياتك من رمضان وانت صغير. ذكريات جميلة جدا طبعا منا كلنا فاكرين. أنت قلت لسه من شوية في يعني ساعات بنعمل زينة جوه البيت. أنا فاكر مع والدتي رحمة الله عليها من فترة وأنا صغير كنت دايما بنعمل ده، وكانت حريصة أنها إحنا ولادها نحاول نعمل الحبال الجميلة الصغيرة دي في البيت وفي البلكونة. طقوس ممكن تكون اتغيرت شوية، إيقاع الزمن اتغير، بقينا بنحط الفوانيس وحبال الزينة بتبقى جاهزة، لكن منظر جميل جدا شكل الفوانيس وألوانها المبهجة والفوانيس وهي بتنور شوارعنا والحواري والأماكن الكتيرة في بلدنا. والأطفال كمان شافوا الصورة حلوة إزاي، فكرة مبهجة ومفرحة. بقى في كده طقوس موجودة عند الناس، أول ما تبتدي تشوف قماش الخيامية وأول ما تبتدي تشوف النقوش بتاعة القماش الرمضاني الناس بتحس بالفرحة. كمان يمكن زمان أو أنا يمكن في بيتنا ما كانش متعودين إن احنا نحط زينة جوه البيت، كنا بنشوف الزينة في الشارع. لكن يمكن بعد شوية بقى بقينا نحط حاجات لها علاقة، نحط مفرش لرمضان، نحط اكياس للمخدات او للكوشنز يعني باشكال رمضانيه. ابتدينا ندخل البهجه جوه البيت كمان مش بره البيت. كانت بتبقى حاجات مرتبطه بانها موجوده في الشارع، لكن بقى في حرص من الاغلب العام ان هو يحط مظاهر للبهجه والفرحه. والولاد كمان في المدارس بقوا يعملوا زينه بايديهم، بقوا يرسموا في الحصص بتاعه الرسم، يعني كل الحاجات اللي هي لها علاقه بالارت. ربنا ما يصحى لنا عاده ابدا، عاده رمضان والاستعدادات قبل رمضان، البهجه بتبدا من قبل رمضان. يا رب كمان يبقى شهر كده كله خير وامان وبركه على المصريين كلهم وعلى العالم الاسلامي، ونحس كده بالامان فيه. هو شهر للراحه، شهر للهدوء والسكينه. الراحه هنا بمعنى الراحه النفسيه، لكن بالشهر راحه ان احنا ما نشتغلش، لا، هو شهر عمل والعمل عباده. وفكره اللي احنا دايما بنشوفها في كل رمضان انه لا انا مش قادر اكمل شغل في رمضان، تعالوا نتقابل بعد العيد نكمل اللي علينا او اللي ورانا، لا، هو شهر زي أي شهر في الدنيا. ربنا بيحث العباد على العمل، شهر عمل وشهر صوم، شهر تقرب إلى الله عز وجل، وشهر فرحة وخير ولمة حلوة. أهم حاجة إن احنا ممكن ننتهز الشهر ده إن احنا نرجع مرة تانية فكرة لمة العيلة على سفرة واحدة في ميعاد الفطار، ميعاد للسحور. فلازم كلنا كأهل بيت واحد نحاول، لو كل واحد مشغول في حياته في مدرسته في الجامعة، الأب والأم مشغولين مثلا في شغلهم، لا، يحاولوا يعيدوا مرة تانية منا الفكرة دي إن احنا نتلم
في على سفرة واحدة وناكل. اللمة دي ليها أهمية كبيرة جدا وبتأثر بشكل كبير جدا في شخصية أطفال. ربنا يديم لمة المصريين، ربنا يديم علينا الأمان اللي موجود اللي بيحسسنا بوجود شهر رمضان. مرة تانية صباحكم زي الفل، صباح الخير.